العالية ما راح أبدأ أهم شيء 1.5. السؤال الأول، أعطيني هذه المعادلة، طالب مني هو العامل المشترك الأكبر. طيب لو جيت هنا راح أبدأ بالأعداد، عندي 4 ماينس 8 و16، عندي راح آخذ 4 كعامل مشترك. طيب بالنسبة إلى الإكس، عندي إكس تربيع، هنا إكس وهنا إكس تربيع، اللي هو يصير المشترك تبعهم هو الإكس. طيب بالنسبة إلى الواي، عندي واي مع واي تربيع، فراح آخذ الواي. أجي الآن أقسم هذا الحد، 4 بتروح مع 4، إكس تربيع مع الإكس يبقى لي إكس، والواي تروح. طيب ماينس 8 على 4 تعطيني ماينس 2، الإكس تروح مع الإكس، الواي 2 ناقص 1 تعطيني واي أس 1. طيب في الحد الثالث، عندي 16 على 4 تعطيني 4، إكس تربيع ماينس إكس أس 1 تعطيني إكس، واي تربيع ماينس واي أس 1 تعطيني واي، اللي هو الاختيار بي. طيب في السؤال الثاني، برضو طالب مني إني أبسط. هنا لو جينا للأعداد، عندي 3 و6 و3، فراح آخذ 3. بالنسبة إلى الواي، عندي أقل أس للواي اللي هي التربيع، 3 واي تربيع. الفي مش موجودة في كل الحلول فما راح آخذها، أفتح قوس. عندي هنا 3 على 3، والواي أس 4 على الواي أس 2 تبقى لي الواي تربيع. عندي ماينس 6 على 3 يبقى لي ماينس 2، واي أس 3 على واي أس 2 تبقى لي الواي، ضربة في الفي. زائد 3 على 3 تروح، الواي تربيع مع الواي تربيع، اليو عفوا، اليو تربيع مع اليو تربيع تروح، تبقى معاي الفي تربيع. هل انتهيت؟ لا. لو لاحظت هنا يذكرني بقانون اللي هو ال A تربيع ناقص 2 في ال A في ال B بلس ال B تربيع. يعني هنا أقدر أقول إن هذا عبارة عن الأول، جذر الأول، وعندي هنا الإشارة ماينس، مع جذر الأخير اللي هو ال V الكل تربيع، وهنا أنزل 3 U تربيع اللي هي الاختيار C. عندي في فقرة 3، طالب مني أبسط البولينوميال اللي هي كثيرة الحدود، وسبق وقلت لو كان عندي حدود كثيرة ما عندي أي شيء مشترك، راح ألجأ إلى طريقة إني أقسمها إلى قسمين. طيب فراح أفصلها بهذه الطريقة، راح أقول القوس الأول عبارة عن 6WY زائد 3W6، القوس الثاني زائد اللي هو ماينس إكس في زد ماينس 2X في واي. طيب الآن أجي أحل بالنسبة إلى هذا القوس، أحول إلى هنا، أسحب عامل مشترك اللي هو 3 مع الدبليو، بعدها هنا يبقى لي 6 على 3، يبقى لي 2W تروح، أنزل الواي، زائد 3 مع 3 تروح، الدبليو مع الدبليو تروح، تبقى لي الزد. طيب هنا راح أسحب عامل مشترك لهذا القوس، راح أسحب ماينس الإكس. ليش ماينس؟ عشان تتحول لهذه إلى موجب، عشان أساويها بالقوس الثاني، يعني تكون نفس القوس الثاني. طيب راح أسحب ماينس إكس، تبقى لي الزد زائد 2Y. تشابهت عندي الأقواس، هنا أقدر أقول إنها عبارة عن 3W ماينس الإكس مضروبة في 2Y زائد الزد اللي هي الاختيار دي. في فقرة 4، أيضا طالب مني إني أبسط البولينوميال. عندي هنا البي عامل مشترك، راح أسحبه يبقى لي 49 A تربيع ماينس البي تربيع. هنا عندي يذكرني بقانون اللي هو فرق المربعين اللي هي تفك كموجب وكسالب، اللي هي تفك كA بلس B
مضروبة في a minus ال b. طيب فراح أحل هذه، أنزل ال b كما هي، أفتح قوس اللي هي 7، هي عبارة عن 7 تربيع في a تربيع minus ال b تربيع. طبعا هنا عندي تربيع على ال b. طيب أنزل ال b، أفتح قوس 7 a plus b مضروبة في 7 a minus ال b اللي هي اختيار a. عندي فقرة a وفقرة b. في فقرة a أعتذر عن شرحها لأن ما قدرت أفهمها بالشكل المطلوب، فما ودي أوصل المعلومة بشكل خاطئ، فراح أشرح فقرة b على طول. اللي هنا اللي هي أرجع أعيد لو كان عندي كثيرة حدود وما عندي عامل مشترك لهم كلهم. طيب فراح أخذ كأقواس. طيب أبدأ بهذا القوس الأول وهذا القوس الثاني، هذا حولها لجمع وهذا القوس الثالث. طيب عندي في القوس الأول راح أسحب عامل مشترك 3a، راح أقسم هذا الحد 6 على 3 تعطيني باثنين، الA مع الA تروح تبقى لي الX. طيب ماينس 3 على 3 تعطيني ماينس 1، الA تروح تبقى لي الY. طيب أجي إلى القوس الثاني اللي هي راح أسحب عامل مشترك 5، 5 B. طيب 10 على 5 تعطيني 2، الB تروح وتبقى لي الX ماينس، هنا تروح 5 B تبقى لي فقط الY. طيب راح أسحب عامل مشترك هنا اللي هي ماينس 2 عشان تتساوي مع بقية الأقواس، ماينس 4 على ماينس 2 تعطيني 2 وتنزل لإكس، الاثنين مع الاثنين تروح تبقى لي ماينس واي. طيب أجي الآن أكتب 2x ماينس واي اللي هي المشتركة الأقواس الثلاثة. طيب مضروب في اللي هي البقية 3a زائد 5b ماينس 2.